ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، مين معايا؟ صوتي واضح أولا؟ الصوت زي الفل وزي العسل. مين معايا؟ جزاك مع أتمنى ما تغلق الخط وتهرب. معك عاقل وناقل. عاقل وناقل. عندي شرط واحد يا عاقل وناقل. شرط واحد. أعرف الشرط لكن تفضل. تفوه تفوه. لو عملت معايا حوار الآن تنقل الحوار كامل من أول دقيقة إلى آخر دقيقة في القناة عندك، موافق؟ بإذن الله تم، لكن لا بس أقول على الشخص اللي أيوة كل حاجة نعم بإذن نعم الله تم. قول لي نعم، نعم موافق نعم 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 موافق نعم موافق الحمد لله رب العالمين. دلوقتي نعم احنا عندنا موافق. آية كريمة بالنسبة للشخص اللي قبلي، عفوا عفوا بس نقطة معينة. أنت الآن كنت تصمت وهذا الشخص الجاهل الذي كان يتكلم، طبعا انا كنت اتناقش معه في تويتر ودائما يهرب. انا مالي دعوه، انا ما تدخلنيش في مشاكل حد، ما بحب ادخل في مشاكل حد. انت وهو حلوا مشكلتكم مع بعض. الان عندنا ايه كريمه، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن. ما معنى ولا ان تبدل بهن؟ تفضل. لا يجوز ان تبدل ما عندك بغيرهن. جميل، هذا معنى. هل عائشة كانت منافقة أم لم تكن منافقة؟ حسب أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأكثر من مورد يتضح للعاقل والمنصف. نعم نعم ثم. يعني إذن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمسك بهذه المنافقة. هذا كلام الله عز وجل. أنا مالي أنت بص هذا في القرآن الكريم. جميل هذا في القرآن. جميل. في القرآن يعني إذن الكريم. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بمنافقة، صح؟ نعم، بناء على القرآن الكريم. اقرأ القرآن، اقرأ يا أخي. سورة افتح سورة التغابن. طيب قول لي نعم خلاص التغابن. أنت قلت نعم خلاص، يعني نعم. ما أستطيع أن اسمعني بس افتح سورة التغابن. ما تفتح أنت، اسمعني بس للآخر في الآية دي، وبعد كده ننتقل لآية أخرى. ننتقل ما في مشكلة يا أخي الكريم. الله إذن كان يقول الإسلام ميم ذلك الكتاب، الكتاب ككل لا ريب فيه. اقرأ القرآن، اقرأ، افتح سورة التغابن لكي يعرف الناس. أهل السنة لا يعرفون هذه الآية. اقرأ سورة التغابن لو سمحت. ما تقرأ اقرأ أنت الآية، اقرأ أنت، اطلع سورة التغابن، اقرأ أنت الآية اللي أنت هتستدل بها، ما في مشكلة. لكن ننتقل الأول الآية وبعد كده ننتقل لسورة التغابن، تمام؟ آخر السور التي نزلت في القرآن الكريم سورة مدنية. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم شنو؟ أكمل الآية، أنت أكملها لكي يعرف الناس. أقرأ أقرأ إذا كنت رجل. بص. الآية دي عامة، لكن أنا بكلمك كآية خاصة. لا تفرق بين العام والخاص. لا تفرق بين سؤال، لا تفرق بين العام والخاص. أنا سألتك سؤال واحد جاوبني عليه إجابة واضحة. هل الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمسك بامرأة منافقة؟ نعم لا. نعم نعم، لأن المنافق. خلاص خلصنا من القصة دي، خلاص خلصنا من القصة دي. إذن ليس حرام. إذن استنى استنى بس يا أخي اسمعني، اديني وقتي وحديك وقتك. خليني أكمل الفكرة بتاعتي. تفضل. تمام. إذن على قول عاقل وناقل أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمسك بالمنافقة، صحيح؟ إذن هذا شرع، صحيح؟ هتقول لي نعم ده كتاب ربنا. طب إذن إذا كانت عائشة منافقة ونحن نتمسك بها على قول الله عز وجل، إذن ما الضير في ذلك؟ تفضل. الضير في ذلك أولاً الله سبحانه وتعالى من حكمته سبحانه وتعالى أن جعل من بعض الأنبياء من المنحرفات من الكافرات، كما قال الله سبحانه وتعالى عن زوجتي لوط وزوجة نوح عليه السلام، وأيضا سيد شباب أهل الجنة وهو الحسن بن علي الذي مات مسموما من قبل زوجته. ما دخل راح فين يا عم؟ راح فين؟ هتروح لمعركة الجمل دلوقتي؟ أنا عارف. أولاً الله عز وجل، الله عز وجل أهلك امرأة نوح ولوط في حياة نوح ولوط،
ولم يأمر النبيين بالتمسك بهن. دي النقطة الأولى. النقطة اللي أنا بسألها وأنت حضرتك ما جاوبت عليها ودخلت لي في الحسن وأنه مات مسموم. أنا بكلمك سؤال واحد، ما الضير إذا كان الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بمنافقة، فما الضير نحن أيضا أن نتمسك بالمنافقة؟ تفضل جاوبني جواب صريح عليها. أولاً سأسألك الآن، يعني سأجيب على السؤال هذا أولاً، ثم الآن يعني أسرد لك بسؤال آخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتمسك أو عندما لا يطلق منافقة لم تظهر أي آية واضحة فاضحة أمام الناس على نفاقها، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع الناس بالظاهر ولا يتعامل معهم بالباطن. أحسنت، وقف هنا بقى. أحسنت وقف هنا بقى، وقف استوب كده. أحسنت، جواب في منتهى الروعة، أديك عليه 100%. بس ده الكلام ده لو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام ده من قبل الله عز وجل المطلع على القلوب، اطلع على قلب عائشة واطلع على قلب حفصة. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بعائشة وحفصة، فما ذاك بذاك، ما دخل الآية فيما تقول؟ صائط وصفر. يلا كمل. لأن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن ينفذ أمرا ما على شخص إلا ظهر منه شيء. الله عز وجل لا يستطيع أن ينفذ أمرا على شخص إلا إذا ظهر منه، صح؟ لا يستطيع. أنا لم أقل لا يستطيع، أعوذ بالله. أنت لسه إلا لا يستطيع، أنا سمحتها لا يستطيع. عموما أنا أرجحها تاني. طيب، قلت لك أن الله سبحانه وتعالى لا يقيم الحد، لا يقيم العقاب، لا ينزل العقاب على شخص إلا إذا فعل فعلا. مثلا بهذا المثال البسيط، مثل واحدة. طب أنا عايز أسأل سؤال، ما الضير أن الله عز وجل يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه سيكون منها نفاق أو يظهر منها نفاق؟ إيه ما الضير في ذلك؟ فهذه الكلمات كلها، يعني الله عز وجل أمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكثن في بيوتهن، صح ولا مصح؟ الله عز وجل خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم عدة تخيرات. الله عز وجل لام النبي صلى الله عليه وسلم عندما مال قلبه إلى عائشة وحفصة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فإذا الله عز وجل لام نساء النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. أنت تتقول، هذا ليس لوما، هذا إشفاقا وليس لوما، لكن هذا ليس الموضوع. كل علماءك إلا أن تتبرأ منهم قالوا أن هذه الآية عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. انتهى، نقطة من أول السطر. نعيد القصة من جديد. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمسك بالمنافقات، فما الضير نحن أيضا أن نتمسك بالمنافقات؟ تفضل. أولا، طيب الآن نجيب على سؤالك. سورة التغابن، مدام أنت الآن جعلتها عامة علينا، سورة التغابن تجوب عليك. اقرأ الآن هذه الآية أمام الناس. اتفضل اقرأها. يا أخي أمامك الشاشة الآن، أنت حضرتك أنت اللي جايبها. اقرأها، اتفضل اقرأها. هو أنا اللي جبت الآية؟ حاضر. ولا أنت اللي جبت الآية؟ اتفضل. إلى آخر الجملة بإذن الله. اتفضل. يلا يا جماعة، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، النقاش ده كله هيتنقل من قناتي لقناة ناقل وعاقل، الحمد لله، مع إنه ما عندوش مشاهدين بس مش مشكلة. يلا يا أيها الذين آمنوا، إن صوتي واضح يا شيخ وليد؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، عدو، هناك عداوة بين الأزواج. أيوة، فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالأصل عندما الشخص يتمسك من باب العفو والصفح، هذا من أفضل القربات لله عز وجل، بدليل هذه الآية التي أنا قرأتها. جميل. وهذه من أفهم، خلينا أنا بقى أفهم بقى كده واحدة كده، عشان أنا رجل مصري وعلى حد حالاتي وفلاح وليا جزء كمان صعيدي، فنفسي أفهم بالراحة. دلوقتي الآية دي تقول أن من أزواجكم وأولادكم فتنة، صح؟ صح؟ ما يعطينا فرصة. لا، مش ما أعطيك فرصة والله، أنا عايز أفهم كلامك بس عشان نجمع ما بين الآيتين بس، مش أكتر. مش كلامي، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أجمع ما بين الآيتين. يعني إذن دلوقتي عائشة فتنة،
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر على هذه الفتنة، صحيح؟ صحيح، نعم. يعني أي زوجة نعم. دلوقتي في العالم موجودة فتنة، والمفروض إن إحنا نصبر على أي زوجة في العالم، صح؟ إن كان التمسك يجنب المفسدة الأعظم فنقول نعم. أما أنا دلوقتي سألتك سؤال مباشر وعايز جواب مباشر، أي زوجة في الدنيا دلوقتي هي فتنة، صح؟ سؤال مباشر وعايز جواب مباشر يا حاج، أي زوجة دلوقتي دلالة الآية، دلالة الآية اللي في سورة التغابن، أي زوجة دلوقتي هي فتنة؟ أي فتنة؟ نعم تعتبر نوع من الفتنة، نعم. جميل قوي. إذن الآية عامة ولا خاصة؟ الآية تقول طبعا من ناحية أنت ذكرت كلمة فتنة ولست أنا، الله سبحانه وتعالى واضح. الآية عامة ولا خاصة؟ الآية التي أنا ذكرتها عامة. جميل قوي. يشمر الآية اللي أنا ذكرتها عامة. وليد إسماعيل خاصة ولا عامة؟ خاصة بالنبي، والخاص قد جميل قوي. هنا العام يحمل على الخاص ولا الخاص يحمل على العام؟ أخي الكريم أنت تريد أن تقول أنت طالما لي أخي الكريم يبقى عايز ترقع. سألتك سؤال مباشر، الخاص يحمل على العام ولا العام الذي يحمل على الخاص؟ هو المفترض بأن الخاص يندرج تحت العام حسب ضوابط معينة. يعني الخاص يقيد السؤال، الخاص يقيد العام ولا العام هو الذي يقيد الخاص؟ هو المفترض بأن الخاص له ضوابط معينة. الخاص يقيد العام أم العام يقيد الخاص؟ أخي الكريم لا، يا أخي حتى ما قلت أخي الكريم مع السراء، الخاص يقيد العام أم العام الذي يقيد الخاص؟ أجبتك من سورة التغابن. يا أخي أنا بسألك سؤال مباشر، الخاص يقيد العام أم العام الذي يقيد الخاص؟ طيب الخاص هو الذي يقيد. جميل أوي. إحنا في آية خاصة، يبقى ما تجيب لي آية عامة. نعيد السؤال تاني، نعيد السؤال تاني اللي أنت مش عايز تجاوب عليه. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالمنافقات، إذن هي سنة، إذن هو قول ربنا، صح؟ إذن التمسك بالمنافقين والمنافقات من الشرع الإسلامي، فإن كانت عائشة منافقة فنحن نتمسك بها، فما الضير في ذلك؟ اتفضل جاوبني. الضير في ذلك الترضي والتولي، وأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بذلك ولا النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. فأنا الآن خلاص أصبر هنا بقى، أصبر هنا. النبي الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمسك بالمنافقة، وكمان أكل مع المنافقة وشرب مع المنافقة ونام في لحاف واحد مع المنافقة وعلى سرير واحد مع المنافقة، وقال للمنافقة يا عائش، وكان بيدلعها. والقرآن الكريم أثبت لنا أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل لعائشة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، أي تطلب مرضات عائشة ومرضات حفصة. يعني إحنا لما بنطلب مرضاتها كمان هذا شرع، حتى لو كانت منافقة، صحيح؟ هذا خاص. أنت قلت بنفسك أن الخاص يقيد العام. سؤال هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة خاص أم عام؟ خاص. أنا أجبتك الله أكبر. يبقى إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص، وأنا بكلمك عن عائشة، يعني مسألة خاصة. هل يجوز لي أن أترضى وأن قلبي يميل إلى عائشة وهي منافقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه مال لعائشة وهي منافقة؟ لم يأمر ولم يترضى عنها يا أخي. أنا أقول لك قلبه مال إلى عائشة بنص كتاب الله. ما معنى تبتغي مرضات أزواجك؟ تبتغي هنا أي المدارات، لأنها ما معنى تبتغي مرضات أزواجك؟ افتح الفهرس أو القاموس، اكتب ما معنى الابتغاء. نحن عرب قبلك. الابتغاء هنا أي الرغبة، أي الميول، أي الميول، أي الطلب. الرغبة والميول. تبتغي مرضاتهم يعني إيه؟ ما معنى تبتغي مرضات؟ يعني تريد أن تلبي طلباتهم. جميل. أو الابتغاء ده عامل قلبي ولا مش عامل قلبي؟
هذا الشخص لا يعطيني فرصة لأتكلم. اسمع ده أنا أعلمك كثير النهاردة. الابتغاء عمل قلبي أم لا؟ الابتغاء يكون من القلب، نعم يكون رغبة من القلب. يبقى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ابتغى مرضاة عائشة وحفصة، أي أن قلبه مال إلى إرضاء عائشة وحفصة. هل يجوز لي كمسلم أن يميل قلبي إلى إرضاء عائشة وحفصة وهن منافقات؟ حاضر أجيبك الآن. تفضل. أي أمر يحصر بين الزوجين وأن مطلبا من النبي صلى الله عليه وآله بأنه لا يأكل المغافير وأنه يأكل العسل، فهذا يا عم هنروح بعد كده لمعركة الجمل. أنا عارف إن إحنا هنروح لمعركة الجمل. أنا سألتك سؤال في آية واحدة وديتني 30,000 في آية ومع ذلك مشيت معاه. هنا الابتغاء عمل قلبي أم لا؟ نعم قلت. جميل أوي. عمل قلبي، إذن قلب النبي صلى الله عليه وسلم مال إليهن ورغب نعم في تنفيذ أمرهن، صح؟ ما يعطيني فرصة أتكلم. أنت هتروح لي أصلاً عارفك، هتروح لي للعسل والمغافير، أصلاً احتالت على النبي، أصلاً مش عارف إيه. بعد القصة دي كلها الله عز وجل أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه مال إلى عائشة وحفصة. هل يجوز لي أنا كمسلم قلبي يميل إلى عائشة وحفصة وإن كانتا منافقتين؟ حاضر سأجيبك. كما أن النبي مال قلبه لأبي طالب الكافر عندكم إنك لا تهدي من أحببت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداري المنافقين. جميل أوي. يعني النبي صلى الله عليه، خلاص أنا معاك والله 10/10 كمان وبصم لك. إذن القرآن الكريم والسنة النبوية تقول يجوز ميل القلب للكافر والمنافق، صح؟ لا نقول ميل القلب. الله مش أنت اللي لسه بتقول دلوقتي، مش أنت اللي جبت مثل أبو طالب هل جاز ميل القلب للكافر والمنافق؟ لا يجوز ميل القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي وأنت لسه قارئ الآية وبتقول إن الابتغاء عمل قلبي وأن عائشة وحفصة منافقتان، وبعدين إزاي بتقول لا يجوز دلوقتي وربنا جوزها من فوق 7 سماوات وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بالمنافقة؟ أنت بترجع في كلامك ليه تاني؟ أنت تربط أرجع في كلامي، كلامي هو نفسه لم يتغير ولم يتغير. قلت لك أولا النبي يداري عائشة بصفتها زوجته. يعني إيه يداري؟ سؤالي يعني إيه يداري؟ يعني أنه يتنازل عن شيء يحبه لأجل تطيب خاطرها. جميل أول حلال. طب هيطيب خاطر منافقة؟ هي لم. معلش خلينا واحدة واحدة عشان أنا ساعات ببقى غبي شوية. هل للنبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطر منافقة؟ إذا كان هذا الأمر حلالاً فلا بأس به. جميل أوي. نعم. جميل حلو أوي. وأنا حطيب خاطر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وإن كانت منافقة. يبقى القرآن بيأيدني والسنة بتأيدني. إيه تاني عايز يا شيعي بقى؟ بس عندي سؤال واحد. بس سؤال بسيط. لا لا لا, لا. خليك في أنت هتهرب لتروح ليمين شمال. قل لي دلوقتي آية من القرآن الكريم أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمسك على قولك بالمنافقة، فأنا حتمسك بالمنافقة زي النبي صلى الله عليه وسلم. ما قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منافقة وأنا قلبي يميل إلى منافقة؟ ده صح ولا مش صح اللي أنا قلته؟ ده صح ولا مش صح؟ شرع ولا مش شرع؟ انتظر مهر. انا اردت ان اسال سؤال من اول المكالمه وانت ما تعطيني مجال. قول لي خلاص يعني انتهى الحوار ده. قول لي انتهى الحوار ده كده وليد والحمد لله رب العالمين وندخل في السؤال الثاني. ماشي السؤال يعني خلاص انتهى الحوار. انتهى الحوار ده. انتهى الحوار على النقاط التاليه ان المدارات مع المنافقين. لا مدارات، انا بتكلم عن ايه كريمه نزلت من فوق 7 سماوات تامر النبي صلى الله عليه وسلم على قولكم بالتمسك بالكافرات والمنافقات، ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية في الآية. إذن لا حرج. هناك فرق بين الكافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولم يقل المنافقات. لماذا الله سبحانه وتعالى لم يقل؟ أنا سألتك دلوقتي لما الآية دي نزلت من فوق 7 سماوات هل نزلت على عائشة وحفصة أم لا؟ هنعيد الحوار من تاني. هل نزلت على عائشة وحفصة أم لا؟
انت اخطات في اللغه، نزلت في حفصه وعائشه ولا نقول نزلت في حفصه وعائشه ام لا؟ ايوه ايوه، ما انا اخطات نعم في نعم. كلمه يعني نزلت في عائشه وحفصه ام لا؟ انا دائما اصحح لك، انا دائما اصحح لك يا عم صحح لي. انت حلو وجميل وامور وبصحح كويس جميل وحلو. نزلت الايه دي نزلت في عائشه وحفصه ام لا؟ نعم جميل نعم. وكنا وقت نزول الآية أو وقت نزول الآية فيهن منافقات أم لا؟ نعم جميل. أو إذن القرآن علم أن الله عز وجل علم بنفاق عائشة وحفصة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بهن، فلا حرج علينا كأهل السنة والجماعة وإن كانت عائشة منافقة أن نتمسك بهن. دي الآية الأولى. الآية بقى بتاع سورة التحريم أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه يميل إلى المنافقة عائشة والمنافقة حفصة على قول الشيعة، فإذا لا حرج أيضا أن يميل قلب السني إلى عائشة وحفصة وإن كانت منافقتين، يعني مؤمنات مؤمنات مؤيدنا القرآن ومنافقات أيضا يؤيدنا القرآن. يلا انتهينا من القصة الأولى. إيه بقى سؤالك؟ اتفضل بقى. إيه سؤالك؟ سؤال سؤالي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلوات الله عليه وآله وسلم يقول المرء مع من أحب، بمعنى أن الإنسان إذا أحب شخصا يحشر معه يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمحبة علي وفاطمة والحسن والحسين، لماذا لم يأمر بمحبة عائشة وحفصة؟ لك لك الوقت تفضل. لماذا إيه؟ ما راح تجيب واحدة. ألو أنت قلت إيه؟ لماذا إيه؟ لماذا أنا قلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بمحبة علي وفاطمة والحسن والحسين، أمر بمحبتهم. جميل أو لكنه لم يأمر بمحبة. من الذي قال لم يأمر؟ سؤال يعني، لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في حديث أن وزني إيمان أبو بكر يزن إيمان الأمة، دي محبة لهم ولا لا؟ لما علي بن أبي طالب يقول أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، هل هذه محبة أم لا؟ صح في الآخرة. صح في الآخرة، وأيضا في الدنيا والآخرة. هل دي طلب من المحبة وإن كان غير مباشر أم لا؟ سؤال. طيب السؤال اللي أنا بقى عايز أسأله لك، إذا كان الكلام، إذا كانت القاعدة، سؤال واحدة 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 يا عم عائل بقى، خلينا نتكلم شوية. أنت سألت السؤال خلينا أجاوب، خلينا أجاوب يا عم الحاج، والله خلينا أجاوب يا عم الحاج، بالله عليك تخلينا أجاوب يا عم الحاج، خلينا أجاوب يا عم الحاج، خلينا أجاوب. تفضل. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمحبة أبو طالب؟ أولا سألتك عن علي وفاطمة والحسن حتى لا تهرب، لا تهرب. أنا اللي بهرب يا ابني والله العظيم، أنتم ما تعرفوا تعملوا بفضل الله معي حاجة. سألتك سؤال مباشر، هل أمر الله عز وجل بمحبة أبو طالب؟ هرب هرب ولله. هل الله عز وجل أمر بمحبة أبو طالب؟ أنا سألتك سؤال يا سيدي، أنا جاوبتك قلت لك إيمان أبو بكر، وجاوبتك على أن علي بن أبي طالب قال أن عائشة زوجة النبي في الدنيا والآخرة، فطالما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن البديل إن احنا نحبوها. طيب لو هو ما قالش حبوهم، يبقى أي إنسان ما قالش حبوه يبقى يقع في قفص الذي وضعت فيه أبو بكر وعمر وعائشة، صحيح؟ اول شيء قل لا يوجد، بس قل لا يوجد سؤال ولا بس أصمر. سؤال لا انت يوجد. دلوقتي ما هي بص 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 واحده بس واحده بس واحده بس واحده بس يا ابني والله ما هتعرف تسلك معايا، والله ما هتعرف، والله علمك بسيط، علمك بسيط، انت بتجيب حاجات من هنا وفاكر نفسك ان انت جبتها وعمال ده انا اقصد ظهور الراجل الاهل السن. انا سالتك سؤال واحد، هل الله عز وجل امرنا بمحبه ابو طالب؟ حسب الروايه السنيه لا توجد، حسب الروايات السنية. طب هات لي رواية شيعية يلا تفضل. سبحان الخالق الذي أنزل القرآن الناطق، سألتك سؤال عن هات لي رواية من الشيعة يلا أن الله عز وجل أمر بمحبة أبو طالب، تفضل باللفظ. قل ما في، قل لا لا إله، أنا سألت سؤالي كان لا بسيط. يوجد أنت يوجد بص بص يوجد لا يوجد، لو لا يوجد هنحطهم في القفص اللي أنت حطيت فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة في نفس السلة. أجب أولا
أنا بسألك أولاً سؤال. أجب أنت. السؤال 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 سؤال يا عم الحاج سؤال. هل الله عز وجل أمر بمحبة أبو طالب؟ قلت لي مش موجودة في السنة. أمر بمحبة أبو طالب؟ أنا قلت كتب السنة. يا سيدي خلاص هاتها لي من كتب الشيعة أن الله عز وجل أمر بمحبة أبو طالب، تفضل. أولا تجيب ليوجد أم لا يوجد ولا أجيب. أنا جاوبتك خلاص، أنا جاوبتك. هو أنا لازم أقول لك عبد فلان؟ يعني أنا السؤال ده، طيب أنا هقول لك حاجة. يعني الله عز وجل، نعم الله عز وجل أمر بمحبة الصادق، أمر بمحبة الصادق جعفر الصادق أخي الكريم. يا أخي الكريم يبقى بعديها تانية على طول. هل الله عز وجل أمر، هل الله عز وجل أمر بمحبة جعفر الصادق؟ وعلى فكرة، على فكرة بس يا أخي هتقول صدمني العترة. اسمعني بس اسمعني، حاول تفهم، حاول تفهم والله بجد. أنا هعلمك والله، والله هعلمك، حاول تفهم. هل الله عز وجل أمر بمحبة جعفر الصادق؟ أنت أنا لا أتحاور مع مراوغ، أنا أنسحب، آسف، مع السلامة. أنت تنسحب؟ يا هربان، يلا يا عم الهربان، اجري بش يلا، وعلى الله ما تنزلش الحوار كامل على قناتك، على الله. اتزنق زنقة سودة والله العظيم، اتزنق زنقة سودة. الله زنق زنق سودة في الحوارين، يعني في الحوار الأول وفي الحوار الثاني. يقول لك مراوغ، مراوغ ليه؟ إذا أنت تقول كل من لم يقل الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بمحبتهم إذا ليسوا بمحبوبين، صح؟ إذا أبو طالب ليس محبوبا. قلت لي ما فيش في كتب أهل السنة يا جماعة، طب اتفضل هاتها من كتب الشيعة، مش هتلاقيها برضو في كتب الشيعة، إذا ليس محبوبا. صحيح، لو قلت لك جعفر الصادق هل هو محبوب؟ أمرنا الله عز وجل بمحبة جعفر الصادق، هتقول لي آه. هقول لك ليه، هتقول لي لأنه من العترة. طب ما دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن أبي طالب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، إذن إيه، نحبها ولا لا نحبها؟ هرب هرب، ومش هينزل الحوار، مش هينزله، مش هينزله. يعني انتم مفكرين ان هو هينزل الحوار؟ مش هينزله.